لبنان هو بلد التناقضات. في شريحة لبنانية كبيرة ما معهم يمشوا، وفي شريحة أكيد عمال بيستفيدوا من برا، عم يشتغلوا برا بالخليج بالدول أوروبا بهيك، يعني قادرين يصرفوا، قادرين يعني عم بيجيبوا دولار. نسبة العالم اللي عم تتقاضى دولار بالبلد كتير ضئيلة قياساً لمجمل العالم. عم يصرفوا، بيجيبوا المغتربين أهاليهم، بيدفعوا لهم، بيصرفوا، بيسهروا، بينبسطوا ليومهم. اللبناني بيعيش يومه بيومه. في كتير عالم ما عم تقدر تحصل على تياب، على أكل، أنه غير عالم بتلاقيها أنه عادة سهرات، ظهرات، وعايشة حياة عادة. كتير غريب، كتير غريب. لا كان في أزمة، بتحس في ناس هيك وفي ناس ما قادر تشتري شيء. نحن هون عايشين صراحة ما عم نعتمد على المصروف اللي عم يطلع منه، كل شيء عم يجي من برا، وكل حدا هون عنده حدا برا عم يبعث له مصاري. هالشعب اللبناني بيحب الكيف شو ما كان يكون، يعني على القليل لو 50 دولار لو 100 دولار بده يصرفها لا ينبسط، شو بيموت يعني.